وهكذا أدى جموع المصلين صلاة الجمعة اليوم، وهي آخر جمعة من شهر شعبان قبل استقبال شهر رمضان المبارك. وقد طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية المشددة على جميع المصلين والزوار والمعتمرين اليوم الجمعة في بيت الله الحرام. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ أسامة بن عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث ألقى خطبة تناول فيها فضل شهر رمضان المبارك، واستشهد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحث الشيخ الخياط المسلمين على أن يستقبل الشهر شهر رمضان المبارك بالبشر والسعادة والفرح والسرور وتصفية النفوس والعمل الصالح والطاعة، وأن يكثروا فيه من العبادات وتلاوة القرآن الكريم. وهكذا يعود المعتمرين الآن لاستكمال نسكهم في أداء طواف العمرة، ثم يتجهون بعدها إلى المسعى.